عيب تقول لا تجوز الرحمة على شيرين، عيب. بعدين المسيح أخوي في وطني، أخوي أخوي، هاي مش نجمة القدس، هاي نجمة قلوبنا كلنا. احنا بنحب شيرين ونعشق شيرين، ورحمة الله على شيرين، وأسأل الله أن يتقبل شيرين مع الشهداء. يعني أنا ما كنت بدي أحكي بالموضوع هذا، وأنا ترددت صراحة يعني قبل مسألك، لأنه الأصوات اللي يعني حب شيرين زي ما قلت، حب الناس لشيرين أكبر من بعض الأصوات اللي الكل أصلا عرضها، والكل يعني احتقر الطريقة والأسلوب. عيب يا غاضي، عيب. أنا بقول لك من قلبي، عيب عيب تقول لا تجوز الرحمة على شيرين، عيب. يعني أنت سويت عيب، ما تكونش عايب. شيرين صوتك كان، شيرين 20 سنة أنت ما بتعرفها مسلم ولا مسيحية، لأنك أنت بتحبها، ما سألتش جديد، تفاجأت أنها مسيحية يعني. بعدين المسيح أخوي في وطني، أخوي أخوي، مش عدوي، مش محتل أرضي، مش الناس توازن بأخلاقها ومعاملاتها. الدين معاملة، الدين مش شتم وذم وتحقير. بعدين الدعاء، يعني وين المشكلة؟ أقول الله يرحمها، الله أعلم فيها، الله أعلم. إحنا مش قضاء، إحنا مش محل رب العباد. رب العباد أعلم في نوايا الناس، وأعلم في قلوب الناس، وأعلم في في في, في أخلاق الناس. يعني إحنا اللي أخذنا جارنتي للجنة يعني إحنا، بس إحنا ننظم حالنا يعني، وندير بالنا على حالنا، ونسوي الحرام والحلال في حالنا. شايف علي؟ بس مش رسالة الإسلام الذم، ومش رسالة الإسلام التحقير. يعني آية قرآنية بتقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله ومن آمن بالله وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خطاب ربنا في القرآن يا ربي، يا أيها الناس، 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 يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. ما قالش يا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون. في آية واحدة قال يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، درج آمنوا، ادخلوا في السلم كافة. هان دعانا للدخول في الإسلام، ولكن يوم تسوى النظام الداخلي والأخلاق والدين والرسالة، كان يقول يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. ما بيصير، عيب. يعني أنا بحكي بألم، عيب عيب. شيرين تاج على راسي وراسك وراس كل صغير وكبير، تاج وقار، تاج كبير، تاج يحترم. هاي مش نجمة القدس، هاي نجمة قلوبنا كلنا. احنا كلنا زعلنا، كلنا تضايقنا، كلنا بكينا. ليش بكينا؟ عشان لا تجوز عليها الرحمة. مش معقول يعني، ما هو استفتي قلبك ولا أفتو. لو لا تجوز عليها الرحمة كان ما زعلنا عليها، كان ما بكينا عليها، كان ما تضايقنا عليها. الإنسان بيحمل رسالة الإسلام في بلاغ حقيقي، واترك الإيمان هو يسرج في قلوب الناس، مش الشتم اللي بيسرج. يعني أنت يعني يوم تقول لشيرين لا تجوز عليها الرحمة، يعني أنت مين أنت؟ مين أنت؟ والأدلة اللي بيستدلوا فيها، يعني في شيء للأنبياء، في شيء له علاقة بالمشركين، في شيء الحين نختلف في الأديان إحنا ويانا، ولكن نختلف الحب وحلاوة، ونختلف في توصيل رسالة. ولكن من يحاكم العباد هو رب العباد، اللي بدخل جهنم وبدخل جنة الله، مش إحنا. يعني إحنا بس ندعو ربنا عز وجل، إحنا المسلمين ندعو الله عز وجل إنه يرحمنا برحمته، وإنه يرزقنا شفاعة سيدنا محمد، لأنه إحنا عندنا مشكلة أصلا. يعني إحنا يوم تكون أنت قرآن يدب على الأرض وتحمل الإسلام بشكل حقيقي، أنت ربنا بده يحاسبك كيف توصل هذا البلاغ للناس، من أجل إن الناس تسلم. الناس بتسلمش إلا بالأخلاق وبحسن الألفاظ. مش معقول يعني شيرين تستشهد ونقول عليها لا تجوز الرحمة، يعني عيب، عيب كبير، عيب كبير. انظر لنفسك أنت غاضي، لو وقف الإنسان مع نفسه شوي شوي، مش كثير يعني، قال والله لا تجوز على الرحمة، هو متضايق ويحكي يعني، يعني هو بس بتفلسف، تفاهم؟ يعني لو سألت الطفل والمرأة والرجل الشايب والكبير،
لا تجوز، هو بتفلسف كان بس من قلبه مش ظابط الامر. يعني اذا هو بده ياخذ يسقل الامر في حقيقته من قلبه مش ظابط الامر. احنا بنحب شيرين ونعشق شيرين ورحمه الله على شيرين، واسال الله ان يتقبل شيرين مع الشهداء، ولانها كانت كبيره، صاحبه رساله كبيره، دخلت بيوتنا كلنا ووصلت رسالتنا للعالم كلنا. هل يجوز لنا نترحم عليها؟ هاي بدنا نسوي لها صوره نحطها في مكتبنا. هاي مرأة حقيقية، مرأة جبارة، يعني ما خافت من صوت أزيز الرصاص، إنما وصلت مراحل توصل رسالتك والصحفي إشي مقدس. يعني وحتى هذا النقاش، هل يجوز نقاشه في هذا الوقت وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب؟ إن يكون ديننا بدل توجيه رسالة يكون ديننا تجريح لقلوب بعض الناس؟ هذا هو الإسلام؟ الإسلام جميل، الإسلام بسيط، الإسلام رائع، الإسلام الدين غافي جدا 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 جدا. ما تصور الدين الإسلام في جماله في مقت بعض الناس بأفكار شيطانية ليست لها علاقة بالإسلام. الإسلام جمال قلب وعقل وفكر، هذا هو الإسلام، جمال قلب وعقل وفكر ولفظ. من يلفظ ألفاظ بذيئة اتجاه الناس هذا لا يأمر دين الإسلام. احنا بنحب شيرين، نعشق شيرين، والله يرحم شيرين، وشيرين عراسنا وتاج عراسنا، وهي يعني هذه المحبة مش اجت بلاء. الحب هو جند من جنود الله عز وجل يزرع في قلوب الناس. الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، مش بالساهل كل هالناس تحب شيرين وانت تيجي تقول لي لا تجوز عليها الرحمة. هاي روح روح دور لك على مكان اقعد فيه افهم دينك صح قبل ما تتلخبط وتسيء لدينك.